وبهذه المناسبة أشار الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار إلى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في مجال الفضاء والاستثمار في علوم المستقبل، بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية الرامية إلى تطوير علم الفضاء في المملكة. طبعا ولله الحمد مملكة البحرين، وعلى الرغم حداثة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لأنها استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات. فعلى سبيل المثال، على المستوى الوطني تحققت أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أهمها بناء القدرات الوطنية في مجالات علوم الفضاء وتصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والصور الفضائية التي تشكل جوهر علوم الفضاء، إضافة إلى إعداد دراسات والأبحاث المتخصصة في المجال والمشاركة فيها في المؤتمرات الدولية، وتوفير حزمة من الخدمات للجهات الحكومية. في اليوم أصبحنا نفخر بأن لدينا فريق البحرين للفضاء المتمكن علميا وتقنيا من القيام بدوره. طبعا الهيئة تتحرك في خطة استراتيجية مستمدة محاورها من السياسة الوطنية للفضاء، وكلتاهما معتمدتين من مجلس الوزراء الموقر. طبعا من الخطط المستقبلية الرئيسية التي نركز عليها حاليا أن يتم تصميم وبناء الأقمار الصناعية داخل مملكة البحرين بما يضمن توطين التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى مواصلة الجهود الرامية لاستكمال بناء بنية تحتية تؤسس لخلق قطاع فضائي مستدام